السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم على سيكشن مهم جدا بعنوان داتا ابستراكشن. دايما لما كنت واحد بيشتغل في الاول، لما اتخرجت من الكليه وكده، كان دايما الواحد مش عارف لما بيبقى في مشكله في البرفورمانس مثلا، بنحل المشكله دي ازاي اصلا؟ يعني ليه في كونسبت حاجه اسمها لايرز اصلا يعني في الحياه؟ يعني ليه دايما لما نيجي نفكر تجاه الفكره ليه في لايرز؟ هي هنتناقش في الشابتر ده ايه هي الداتا لاير، وهنتكلم برضو في السكشن ده ايه هي الداتا لايرز، وهنشرح امتى يبقى عندك مشكله تروح لانهي لاير، ولو عدلت في اي لاير ايه الافكت بتاعها. اوكي، طيب تعال نبدا كده في الصوره دي، وهي صوره فيها يعني هتشوفوا فيها شويه حاجات، صور كتير، بس خلينا نبدا باول واحد دلوقتي. انا عندي اول فيجر، اول سب فيجر رقم ايه. انا عندي هنا، تعال نفترض يوز كيس، انا عندي الابلكيشن ده عبارة عن، عندي سيمبل ريبورت ابلكيشن يو اي، وعايز اقرا داتا من سي اي زي فايل. طيب فانا كده عندي ايه؟ نفترض يعني بسيمبل عندي تو لاير، عندي لاير بتقرا الداتا سي اس في دي وبتبعتها لليو اي. طيب كده بعد شوية قال لك ايه؟ قال لك انا عايز في النص كده ممكن يبقى عندي اكتر من ريبورت، يعني ممكن يبقى عندي اكتر من ريبورت بقى من نفس السورس فايل. فقلنا خلاص احنا هيبقى عندنا نفس السي اس في فايل، هنحط بعد كده اللاير بتاعت الريبورتنج، ماشي؟ فعندنا بقت حاجه اسمها سي اس في داتا لودر، ماشي؟ وبعد كده بقى عندنا اليو اي بتاعنا. طيب جينا بعد شويه قال لك ايه؟ طيب احنا عندنا طيب جديد من الفايلز، جه عندي جيسون فايل. اوكي، طيب لما جه جيسون فايل تعالى نعدل اللاير في النص، وبقى عندنا لاير مخصوصه للداتا لودر بس بقت جيسون او سي اس في. فبقى عندنا هنا لاير تحت خالص بتاعت الفايل ستورج اللي هي دلوقتي بقت جيسون مثلا في الفيجر نمبر سي، ثم بقى عندنا اللاير بتاعت الريبورتنج او اللاير انترميديت، بعد كده بقى عندي يو اي. طيب جه في الاخر لقوا ان انت دايما، بما ان عندك هنا تو لاير في الاكزامبل بتاع الثري لاير هنا اللي احنا شايفينه هنا، اليو اي وعندنا الريبورتنج لاير وعندنا جيسون لاير، دول دايما بنضطر كل مره نعدل، يعني كل سورس سيستم بيجي ممكن نضطر نعدل في الكلام ده. طيب لو جينا عايزين نحسن، حتى جينا بعد شويه قلنا طيب احنا عايزين الاكسس ميكانيزم بتاع اللودر ده بقى بطيء، فهنعمل ايه؟ هنروح هدين اللاير كلها ونبني لاير جديده. ف جه بقى موتيفيشن تجاه اللي هو الدي بي ام اس، الداتا بيز مانجمنت سيستم، وان هيبقى عندها فول لايرز، بقى عندنا لاير فوق خالص، لاير فوق خالص دي بقت هي مسؤوله عن الابلكيشن زي ما هي. وبعد كده بقى عندنا الداتا بيز بقى ليها تلاته لاير. ايه هم التلاته لاير دول؟ لاير تحت خالص دي هنسميها اللو لاير، اللو لاير دي هي مسؤوله عن الاستورج، ستورج بقى جيسون، سي اس في، باركي، ايا كان النوع هي مسؤوله عنه، مسؤوله عن حتى لو احنا بنعمل مثلا سيرشنج ايا كان الالجوريزم مسؤول عنه، فاللاير دي هي مسؤوله عن الحته دي بس. كده بقى عندها انترميديت لاير اللي هي دي، بعدين اللوجيكال لاير. اللوجيكال لاير دي هي فيها الاستراكشر بتاع الداتا، مسؤوله بيبقى فيها الديفينيشن بتاع الداتا عامل ازاي، ده استراكشر لو في اي كونسترينز على الداتا، دي اللاير مسؤوله عنها وبيبقى فيها ديزاين مني. طيب اللاير الثالثه اللي هي اللي فوق هنا اللي هي الهاي ليفل، هي مسؤوله، هي اللاير اللي بيبقى فيها الداتا جاهزه للريبورتنج. فدلوقتي لما بنيجي عايزين نطلب ريبورت جديد مش محتاجين نعدل هنا ولا هنا، هنروح نعدل هنا. طيب نيجي بقى نخش تجاه الداتا ابستراكشن، نكمل ايه هي الداتا ابستراكشن. طيب لما نيجي عندنا سولوشن، دلوقتي احنا عندنا في هنا سؤال بيقول ايه؟ بيقول لك how can we think about a data solution or changes in the data product. انا دلوقتي عندي مشكله، دي المشكله دي واجهتني، افترض ان في ريبورت بياخد وقت طويل في الران، او عندي سورس سيستم جديد واخد عامل مشكله في الداتا، ازاي افكر في حل المشكله دي؟ طيب ازاي افكر؟ اول حاجه محتاج تعمل ريكويرمنت اناليسيس، انت عارف المشكله فين، ان هل المشكله ان بيرفورمانس، لا مشكله ان في ميسنج كولومز عايزين يزودوها مثلا، ولا لا ده مشكله في ان الداتا بيس بتاعتنا فيها بيجي داتا اكتر من الكم اللي تقدر الداتا بيس تمانجها، فمحتاجين نعمل الجوريزم جديد، لا ده الداتا بيس نفسها ما بقتش قادره تمانج الداتا اللي جايه، فبالتالي بقى عندنا نيد ان احنا نروح لداتا بيس ثانيه. بس ازاي نحدد المشكله فين؟ دي اول حاجه محتاج تعرف
ايه المشكله او ايه الريكويرمنت اللي عندك او ايه الكومبلين اللي عندك او ايه التشالنج اللي قصادك. النقطه الثانيه دلوقتي بعد ما عرفت الاناليسيز عملت الريكويرمنت اناليسيز تبدا تحدد المشكله. ازاي ابدا ايدنتيفاي التشالنج؟ على حسب، لازم عندي كاتيجورايز ان كل مشكله لازم اسكنها اللاير ازاي، هنشوف كمان شويه. طيب النقطه بعد كده هي لازم اعرف لكل، لازم افكر ان ازاي افكر لكل تشالنج. يعني دلوقتي لو عندي مشكله لازم ابدا انالايز المشكله دي، لو حليتها بطريقه معينه الطريقه مثلا اكس، هل دي هتحل المشكله ولا لا؟ لازم تبدا تفكر في الدروباكس. دايما كل سولوشن ممكن يبقى ليه دروباكس ممكن يبقاش ليه، بس غالبا يبقى عندك تشالنج محتاج تفكر في النواتج. يعني دلوقتي جه حد قال لي والله حل المشكله دي انك تعمل اندكس للتيبل، هنشوف يعني ايه اندكس بعدين، بس يعني نفترض حد قال لي الحل ده، طب ماذا افكر؟ هل الاندكس افضل سولوشن؟ هي مشكله في الاندكسنج؟ يعني هي دي النقطه المعينه. طب لو عملت اندكس ايه بقى اللي هيأفكت الكلام ده؟ هل هو دايما كويس؟ لا مش كويس، دي محتاج نبص عليها. الحاجه اللي بعد كده عايزين بقى نبدا نسال شويه اسئله عشان نبدا نحدد الاجابه الصح. اول حاجه، هل لو احنا غيرنا الاستراكشر، يعني هل لو احنا مثلا في حد بيشتكي ان احنا عندنا ريبورت فيه ناقص كولوم، هل لو عدلنا الاستراكشر بتاع التيبل او الاستراكشر بتاع الريبورت ده وزودنا له الكولوم، هي مشكله تتحل؟ ده سؤال ممكن نساله. طب لا المشكله مش هنا. طب هل لو احنا عملنا تشينج في الموديل او في الاستراكشر بتاع الداتا اصلا، يعني بدل ما هو مثلا كان بدل الريبورت ده مثلا، نفترض انا عشان اجنريت الريبورت ده بعمل شويه جوينز، طب انا جيت لا قلت خلاص احد الحلول هعمل له دي نورمالايز، هنشوف يعني ايه دي نورمالايز بعدين، بس عملت له تيبل واحد او مكان واحد هو بيسلكت من داتا على طول، وهنشوف ده اسمه ايه بعدين، بس يعني هو خلاص ما بقاش فيه جوينز. هل كده المشكله بتاعت البروبلم او الداتا او البرفورمانس هتخلص هتحل؟ طيب هنشوف مثلا حاجه ثانيه، هل المشكله ان الانجن مثلا او الباك اند، هنا لما بنقول باك اند في الشابتر ده او في الكونتكست ده بنتكلم على الداتابيز، عشان باك اند ممكن يبقى ليها اكتر من معنى، احنا بنتكلم على الداتابيز. فهل لو غيرنا الداتابيز مثلا هل هي تبقى حل المشكله؟ هنشوف برضه، ودي لازم نسال نفسنا. طيب عشان نحل المشكله دي محتاجين نفهم الداتا لايرز. طيب اي داتابيز بتتكون من مالتي لايرز، دي اول حاجه دي نعرف لازم نبدا نفكر فيها لما نيجي نعرف ايه هي الداتا. الداتا لايرز ان اي برودكت، اي داتابيز مانجمنت سيستم، اي باك اند، هو ليه لايرز. اوكي طيب كل لاير ليها ديفرنت تاسك اند اوبريشنز، انت مش محتاج انك انت مش كل لاير بتبني 100 حاجه، لا بالعكس كل لاير بتعمل حاجه وبتهايد شويه انفورميشن. مش محتاج انك انت عشان تحل مشكله في الموديلنج تعرف تفاصيل مثلا اندكسنج الجوزم يحصل ازاي او السيرش الجوزم يحصل ازاي او هو بيمانجو الباكيت ازاي او يعني اللو ليفل ديتيلز مثلا، فكل ليفل مسؤول عن حاجه معينه. طيب برضو كل لاير بتنتر اكت مع اللاير اللي قبلها سواء عن طريق هاردوير ليفل او سوفت وير ليفل، واحيانا ميكسد، يعني لازم عارفين ان كل لاير هي بتنتر اكت مع اللي فوقيها بس بطريقه معينه. اوكي طيب من ضمن الحاجات ان احنا الداتا لاير وظيفتها ان هي بتاليمينيت الكومبلكسي بتاع الداتا انتر اكشن، يعني بدل ما كل انتر عندك زي المثال اللي قلناه في الاول عندنا سي اس في فايل وانت دلوقتي بتحاول تنتراكت معاه، بدل ما كل ما تقعد تفكر في ازاي تسلكت الداتا والكولوم وتبني اللاير دي، هي ده بيسهل لك الكلام ده، انت اوريدي عندك الداتا حاططها وهي بتماب الكلام ده، بدل ما كل ما تقعد تفكر في الليفل بتاع الكومبلكس ده، لا هي المانجمنت داتا بيز مانجمنت سيستم بتجيب لك الكلام ده. طيب فانت مش محتاج كل الكلام ده تكون عارفه، او توصل انت محتاج تكون عارف بس مش محتاج توصل للديتيلز كل مره عشان تعديل او كل مره تحل مشكله تخش في التفصيل ده كله او توصل للدبس ده. طيب حاجه ثانيه، كل لاير بتهايد انفورميشن عن اللاير اللي قبلها. اللاير اللي بيهايد انفورميشن ده قد يكون ديفلوبر، يعني ديفلوبر بيهايد انفورميشن عن اذر ديفلوبر، يعني ايه؟ يعني الشركه اللي عامله داتابيز مانجمنت سيستم ماشي بتهايد شويه انفورميشن عن الديفلوبر اللي بيبني ريبورتنج عليها او اللي بيعمل ديفلوبمنت عليها. طب انت كديفلوبر برضه بتهايد شويه انفورميشن عن اليوزر اللي هو في الاخر هدفه انه يعرف يشوف الريبورت، مش هدفه يعرف انت بتبني ازاي، في الاخر هي دي هايد انفورميشن عن اليوزر. طيب فالبروسيس لما جينا نقول بقى يعني كديفينشن بنقول لما البروسيس اوف هايدنج، حطينا حتى بلو كده اوف هايدنج ريليفنت ديتيل فروم ذا ديفلوبر او اليوزر از كولد داتا ابستراكشن. فدايما لما تسمع ابستراكشن دايما في هايدنج، هي مربوطه مع بعض، دايما شفنا هايد شفنا ابستراكشن هنلاقي داتا هايدنج او في هايدنج، في حاجه كده بتستخبيها احنا من اليمينيت شويه كومبلكس عن الشخص الثاني. اوكي طيب الديفينيشن هنا بيقول ايه؟ بيقول ان الداتابيز مانجمنت سيستم دايما بتفكر ان هي
تحسن الافيشنس بتاعت الريتريفر بتاعت الداتا، وتقلل الكومبلكسيتي بتاعتنا عشان اليوزابيلتي، انت في يوزابيلتي فور اليوزر. ودايما يبقى عندنا الابستراكشن كونسبت بيبقى عندنا مربوط دايما زي ما قلنا بالهايت ريليفنت ديتيلز فروم ذا يوزر. ولما نيجي نقول ايه الـ ايه الـ ايه الـ يعني ليه عايزين الكلام ده، عشان برضه نسيمبليفاي الداتابيز ديزاين. يعني دايما عندنا ديزاين بيبقى عارفين عندنا لايرز، كل واحد بيحسن الديزاين في ليفل معين، في اللو ليفل، في الميد، في الميدل ليفل، او في الهاي ليفل. طيب في اللايرز دي احنا عندنا تلاتة لاير. اول واحده هي فيزيكال لاير، اللو ليفل اسمها فيزيكال لاير، ليها اسامي كتير. يعني في ناس بتسميها فيزيكال لاير، في ناس بتسميها لو ليفل، في ناس بتسميها اللي هي الستورج انتراكشن ليفل، انا مش عارف برضه يعني اسامي مختلفه. بس احنا في الاخر الديفينيشن الاعم شويه هو اسمه فيزيكال لاير. طيب اللوجيكال لاير او كونسبشن لاير او الناس سميها موديلنج لاير، هي بنسميها انترميديت لاير. وزي ما قلنا هي مصطلحات كتير بس بنحاول نسمبليفاي. يعني لو سمعت لوجيكال، سمعت كونسبشوال، سمعت موديلنج لاير، هي في الاخر ده كله في الليفل اللي في النص. طيب الليفل الثالث هو الفيو لاير. الفيو لاير ده هو زي ما تقول ايه التوب لاير، او اللاير المسؤوله عن الانتراكشن ما بين الداتابيز واليوزر، او الفيو ما بين الريبورتنج بين الداتابيز واليوزر. احنا كده وصلنا لاخر جزء في الفيديو ده. الفيديو الجاي هنتكلم على كل لاير بالتفصيل. هنبدا باللاير فيزيكال لاير. احنا في الفيديو ده اتكلمنا عن ايه هي الداتا ابستراكشن لاير، وليه محتاجين داتا ابستراكشن اصلا، وليه هي مهمه، وعرفنا ان هي بتسمبليفاي الداتابيس ديزاين، وعرفنا ان هي مفيده عشان بتهايد شويه كومبلكسيتي عن اليوزر، وبتهايد شويه ايرليفنت ديتيلز اليوزر، يعني ديتيلز اليوزر مش محتاج يعرفها، او الديفلوبر مش محتاج يعرفها عن بعضه، سواء الداتابيز عن الديفلوبر او الديفلوبر عن اليوزر. وعرفنا ايه هم التلاتة ليفل. فالفيديو الجاي هنبدا نفصل في كل ليفل منهم. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.